هنا أيها الإخوة نبدأ بتاريخ بني إسرائيل وتاريخ اليهود. اليهودية بدأت منذ موسى عليه السلام، بدأ التوحيد، دين التوحيد الله الواحد، وكان الدين وكان الديانة وكانت شريعة موسى شريعة قوية، فيها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، كتاب الله تعالى فيه وصايا، فيه حكم، فيه تشريع، تشريعات عن قوم إسرائيل الله تعالى اختارهم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. في زمانهم عندما أرسل الله تعالى إليهم موسى عليه السلام كانوا أمة عظيمة، كانوا أمة مفضلة. ليش؟ ما معنى التفضيل؟ التفضيل يعني الله تعالى أعطاهم. ليس معنى التفضيل أنهم أرقى أو أنهم أفضل، لا، فضلهم أي ميزهم بعطايا، مثل عمان الآن مثلا، كل دولة معنا في عمان ما عندنا خيرات كثيرة، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أكرم بني إسرائيل بملوك وأنبياء، يقال فقط من ذرية داود عليه السلام 19 ملكا، من ذرية داود بس، داود عليه السلام ملك، ومنه سليمان عليه السلام ملك، ومن ذرية داود فقط يقال 19 ملكا. والأنبياء وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وأرسل الله تعالى إليهم موسى عليه السلام، هذا النبي العظيم، وابتدأت حياتهم بمحن على يد فرعون. عاد فرعون، تعرفون قصة فرعون؟ فرعون كان يقتل الأطفال. شوفوا هذه الثقافة، ثقافة تقتيل الأطفال ورثها اليهود من فرعون، ورثها بنو إسرائيل من فرعون. تقتيل الأطفال عادي، قتل الأطفال وذبح الأطفال عندهم عادي جدا. لذلك ما نشاهده الآن عندما تربط الحاضر بالماضي تفهم، لا يحزنون، اعتادوا على مشاهد الدمار والقتل، وكأن فيهم حنقا على الإنسانية، فيهم حقد على الإنسانية، على الصغير والكبير. هذا الشعور بالغم خطير على الإنسان، لا تسمح لمشاعر الغم أن تسيطر على نفسك، فأصابكم غما بغم. شوف الغم المتلاحق، يأتي غم ينسيك الغم الذي قبله، تأتيك مصيبة تنسيك المصيبة التي قبلها. هذه المسألة حقيقة محتاجة إلى علم نفس، إلى علماء نفس يفسرون لنا هذه النفسيات، هذه النفسيات المريضة. لذلك كثير من الأمراض النفسية سببها الأحوال الاجتماعية. طبعا ذلك ليس تبريرا، ليس تسويغا للجرائم أبدا، لا مسوغ للجريمة، لكن تفهم هذه التشكيلة، هذه النفس التي تشكلت على مشاهد الدمار، على ثقافة القتل، قتل أطفال. وعانى بنو إسرائيل، لكن كان فيهم صالحون، كان فيهم أهل الفضل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وأيضا في سورة، هذا في سورة ياسين، في سورة القصص، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا في سورة القصص. وفي سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هناك من الصالحون موجودون، وفيهم ربنا سبحانه وتعالى أيها الإخوة أنصف كل إنسان، أنصف الجميع، حتى اليهود أنصفهم، فقال ليسوا سواء، ما كلهم. طبعا نتكلم الآن، لا نتكلم عن المحاربين الذين في 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 في, في فلسطين، لا لا، نتكلم عن إنسان يهودي، شيء يهودي زين شيء، لكن في المعارك لا لا لا، ما شيء زين، ما زين تقول هذا وحليل، لا لا، ما شيء. في المعركة، في الحرب، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة تتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، هذا في سورة آل عمران. وقال أيضا سبحانه وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أنا أرجو من الحفظة صححوا لي جزاكم الله خير. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، لكن قال في المقابل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالقرآن منصف، حد كذا وحد كذا، لذلك لا تعطي أحكاما عامة، الوحيد الواحد سبحانه الذي يعطي حكما عاما فقط، هو سبحانه يعلم عباده، وهو الخبير بما في الضمائر وما في الصدور. ثم حدثت قصة موسى عليه السلام الطويلة
مع فرعون وأهلك الله فرعون، ثم جاوز بهم البحر، جاوز البحر إلى سيناء، بعد في سيناء القصة الطويلة أيضا مع اليهود، وتوفي موسى عليه السلام وهم في مرحلة التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ثم بعد ذلك دخلوا في هذا، قطعناهم 12 أسباطا أمما، حدث لهم الكثير من الأحداث. بعد ذلك حدثت لهم الكرتان، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هل حدثت المرتان أم حدثت واحدة والثانية قادمة؟ عن هذا فيها جدل لأهل الفكر والتفسير والتاريخ وإدراك هذه المعاني أن يقولوا كلمتهم في هذا الموضوع. ليس هذا حديثي اليوم، وإنما حديثي أيها الإخوة عن البداية التي تشكلت بها نفسيات هؤلاء، نفسيات اليهود، نفسيات بني إسرائيل. طبعا اليهودية الدين الذي نزل على موسى عليه السلام، وهي دين قائم على توحيد المولى جل شأنه. ثم حدث التحريف بعد ذلك، بعد وفاة موسى عليه السلام حرفت التوراة وحرفت الشرائع، ودخل فيها الكثير مما هو خلاف الحق وخلاف الحقيقة، ودخل الشرك، ودخلت الأحكام الجائرة، فيها تفاصيل عديدة. وعرف لديهم ما يسمى بالعهد القديم، العهد القديم التوراة والتلمود ومجموعة الأشعار ومجموعة الأسفار ومجموعة التراث الديني اليهودي، هذا يسمى العهد القديم، من ضمنه التوراة. التوراة خلاص، التوراة الأصلية انتهت، محرفة الآن. التوراة الموجودة الآن فيها كذب، فيها تزوير، وفيها انتحال، والله تعالى أخبر عنهم في كتابه سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة.